عرفات رحيبي بقدوم خالد رد له قلبي وتنطق به لساني والضيوف الحاضرين وكل وافد مرحبا يحمل عظيمة المعاني في التخرج فايز الغالي وقايد ابعث اشواقي مع كل امتناني حققوا في صبرهم كل الفوايد في العلا طيبه لتحقيق الاماني في العلا طيبه لتحقيق الاماني. اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني الف مبروك التخرج في تواجد من يحبوكم على مر الزمان مرحبا ترحيبي بكتوم خالد غدا له قلبي وتنطق به لساني افراح العروسين افراح العروسين مرحبا ترحيبي بقدوم خالد غدا له قلبي وتنطق به لساني والضيوف الحاضرين وكل وافد مرحبا يحمل عظيمة المعاني في التخرج فايز الغالي وقايد ابعث اشواقي مع كل امتناني حققوا في صبرهم كل الفوايد في العلا طيبة لتحقيق الاماني في العلا طيبة لتحقيق الاماني 4 8 0 2 1 اكملوا تعليمهم والله شاهد بالعزيمه والمهاره والتفاني اكملوا تعليمهم والله شاهد بالعزيمه والمهاره والتفاني فايز اللي بالعلا هو رقم واحد ابن حمد للمعالي له مكاني قايد اللي نفتخر فيه ابن حامد صارع المهنه سنطل الزماني من قبيله كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شيء ثاني من قبيلة كلهم للخير رافد الرشيد العز فيهم شيء ثاني هم كرام القوم والتاريخ شاهد صيتهم فالناس يوصل للعناني أفراح العروسين أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد ما يطاول قدرهم فاشل وحاسس خايس اوي مجدهم حاقد وشاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني اقبلوا ذا اليوم يا فايز وقايد في تخرجكم يزفون التهاني الف مبروك التخرج في تواجد من يحبوكم على مر الزمان مرحبا ترحيبي بقدوم خالد غدا له قلبي وتنطق به لساني